اهلا وسهلا بكم اينما كنتم. نتواجد معكم في ملعب أنفيلد حيث هذه الاجواء الخياليه والطقس المثالي الذي يساعد على التألق والاداء الرائع. سأكون معكم من كابينة التعليق. ومباراة اليوم قد تكون الحاسمة في تحقيق لقب هذا الموسم. الريدز ليفربول يواجه البي اس جي. مباراة مهمة اليوم الكل ينتظرها. من الممكن بأن نشاهد حسم اللقب إذا تمكن الفريق من تحقيق النقاط الكاملة. نعم الفوز اليوم يعني حسم الموسم، وهو الأمر اللي يجعل مباراة اليوم مميزة جدا في أن نشهد اليوم حسم اللقب. الإجابة ستكون مع صفرة نهاية. تسديدة من مسافة بعيدة، شوف تعامل حارس المرمى بكل أريحية. نبدأ تشكيلة ليفربول الواضحة على الشاشة. أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب بجوار ماتيب في خط الدفاع، وفي الأمام رأسي حربة للكثافة الهجومية. بالكاد يوجد تسلل في هذه اللقطة. إذن هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في لقاء اليوم. في حراسة المرمى دونا روما، ماركينيوس سيلعب بجوار سيرخيو راموس في الخط الخلفي، ماركو فيراتي سيبدأ مع فابيان في منتصف الملعب، وفي الهجوم كيليان امبابي سيبدأ مع ليو ميسي. الكل يعول على الصلاح اليوم ومتوقعين من أداء غير عادي في المباراة. تتكلم عن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن الموهبة الواضحة للجميع، تتكلم عن القدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. نيمار، الكرة عند فابيان رويس. نيمار بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. تصل إلى محمد صلاح، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. أي هدف هذا؟ أي وضعية سيتوج بها الفريق الآن إذا تمكنوا من الحفاظ على هذا الانتصار حتى صفرة النهاية؟ تمريرة بدون تركيز وبالتالي كرة مقطوعة تذهب للفريق الآخر. هجوم من الليفر، من الصعب انك تغلب حارس المرمى من هذه المسافة. الكرة تعود من زاوية الملعب. بينفذ الركنية. دونا روما يتصدى للكرة. ماركينيوس، ليونيل ميسي، الكرة مقطوعة من ليونيل ميسي. فابيان، انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. تدخل رائع في توقيت مثالي. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية التماس. ليونيل ميسي، الله على التدخل لاستعادة الكرة. يفقد الكرة في مكان خطير قد تشكل خطورة. ضغط عالي، استعادة للكرة في مناطق متقدمة. الكرة وصلت لمحمد صلاح. المساحة أمامه في هذه اللحظات. مميز جدا حارس المرمى، شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، أي مرونة، يبقي الكرة بعيدا عن المرمى، والنتيجة كما هي بالتأكيد. تصدي خرافي للكرة الراسية، ردة فعل خيالية، كانت في غاية الخطورة، الله على الإبعاد.
فابيان. مرور ممتاز من مبابي قد يشكل خطورة. تدخل وابتكاك في منطقة الجزاء. محمد صلاح والتسديدة. دوناروما طار ويدافع عن مرماه. يرسل الكرة لوسط المنطقة. الفريق الزائر لديه الأفضلية في السيطرة على الكرة، لكن بدون خلق فرص، بدون تسجيل، بدون عودة في المباراة، هذا الاستحواذ السلبي الواضح. المدرب لازم يتدخل، لازم يغير أسلوبه، لازم يكون أكثر جرأة في الثلث الهجومي حتى يستفيد من هذا الاستحواذ. ضغط جيد لاستعادة الكرة. بتروح الكرة من مبابي. عنده فرصة التمرير. لم يكتب لها النجاح وتحولت الخطورة. نيمار. بينية تحرك القلوب. يفقد الاستحواذ في منطقة خطيرة قريبة من المرمى. البحث عن كرة مرتدة. الكرة تغير اتجاهها بعد ملامستها للمدافع وضربة ركنية. الجماهير تبحث عن تسديدة فيرمينو. شوط أول إذا مشاهدينا ينتهي هنا في ملعب. عودة إلى مجريات اللقاء وانطلاقة الشوط الثاني على تقدم ليفربول في النتيجة حتى الآن. تسديدة من بعيد. الحارس يسيطر على هذه الكرة بدون مشاكل. نونو مينديز. ملعوبة إلى مبابي. بيعدي وبيمر بالكرة. مستحيل التصدي من أليسون. كرة من هذا المكان، ردة فعل غير عادية من هذا البرازيلي. تلعب في البوكس من نيمار. ركنية تتلفت والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. بينية فيها خطورة. حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية، يتفوق على المهاجم. ضاعت الكرة من جانب حكيمي. روبرتو فيرمينو. والتصويبة خطيرة. والتصدي في منتهى الروعة. نيمار. 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 مستحيلة هذه. أليسون بيكر بسرعة بردة فعل خيالية ينجح في التصدي. أي إبداع يا أليسون. الله على البرازيلي. ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت. يا لها من محاولة سريعة كادت أن تحرك المرمى. سرعة كبيرة في الهجوم المرتد. واضح أنه كان في تنظيم، في تدريب، بصمة المدرب، سرعة غير عادية في نقل الكرات. نصف ساعة تصلنا على صافرة نهاية المباراة. يحمي كرة بشكل قوي جدا. الكرة وصلت لمحمد صلاح. التصدي هنا لم ينقذ الموقف بالكامل. تحسم الأمور وتنتهي الخطورة هنا. نونو مينديز. البي اس جي يفقد الكرة هذه اللحظات.
الدعم يأتي في هذه اللحظات. فرصة هدف يا أبو صلاح. يا الله قسمت الأمور، هدف يوسع الفارق الآن، هدف يقربه من اللقب. عنده فرصة للتسجيل، الحارس يتألم ويبعد الخطورة. نيمار محاولة لكرة مرتدة، كان ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع. فيرمينو تصدي ممتاز من دون روما. ركنية باتجاه المنطقة. هجمة مستمرة مشاهدينا بعد إبعاد سيء. تطلع من جديد إلى ضربة ركنية. الخطورة قائمة بعد فشل في الإبعاد. انتهت الخطورة بعد حسم الأمر في اللقطة. أشرف حكيمي، ماركو فيراتي، تنفيذ جيد للضغط العالي. فابيان الآن مع نيمار. استحواذ ليفربول لم يكن كبيرا في هذا اللقاء. كل متابعي كرة القدم يدركون جيدا خطأ في مكان خطير. ركلة حرة راحت سهلة لحارس المرمى وبدون أي مجهود يذكر. ليونيل ميسي، فرصة لتقليص الفارس بكرة خطيرة. يا رب، هدف من كيليان امبابي. متابع إعادة الهدف ونشوف القوة الكبيرة في التسديد، قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. استئناف اللقاء من جديد، والآن على البي اس جي محاولة استغلال الدفعة المعنوية في التعادل. كانت كرة بينية خطيرة لكن الكرة مقطوعة في الوقت المناسب. ليونيل ميسي يعترف الطريق بكل سهولة. 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. 5 دقائق أمام الفريق الخاسر للعودة في النتيجة وتسجيل التعادل قبل صفرة النهاية. البي اس جي يتقدم في محاولة لإدراك التعادل قبل صافرة النهاية. كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى. ماركو فيراتي، الكرة عند فابيان رويس. يقترب الفريق مع كل دقيقة تمر من اللقب. التقدم غير حاسم هنا، لكن من الضروري بذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على هذا التقدم حتى نهاية اللقاء. الأجواء هنا الكل على أعصابه والكل يراقب الساعة. بدون أي مشاكل لحارس المرمى. الخطر موجود لكن التدخل يحسم الموقف. صفرة نهاية المباراة تعني بداية الاحتفالات مشاهدينا. نعم لقد فعلوها، نجحوا في تتويج الموسم، لقب مستحق بكل تأكيد. مجهود كبير من المباراة الأخرى، ضغوطات كبيرة تعامل معها الفريق، والآن من حقه أن يحتفل بما حقق اليوم وأن يكون فخورا بما قدمه لجماهيره.
الكريم إلى منصة التتويج لاستلام الجائزة الكبرى، لقب المسابقة وكأس البطولة. الجميع والأنظار كلها على قائد الفريق الذي سيرفع كأس البطولة. الجماهير سعيدة بفريقها، تشكر اللاعبين، تشجع اللاعبين، تحتفل في أجواء لا تنسى. مبروك من الأعماق. الفريق يلتقط الصورة التذكارية مع اللقب، ما أجمل هذه اللحظات. الكادر بالكامل يتواجد في صورة ستبقى عالقة في الأذهان، وستكون شاهدة على هذه اللحظات التاريخية على مر أجيال هذا النادي.